وقعناها نحن كاتحادية، بذلنا مجهود، درنا الفريق في الظروف اللي يالتي ندار فيهم منتخب كبير، سواء في إجراءات من بداية من البداية من ساعة يبدأ الاتصالات بالنادي، السفر الشخصي لكل لاعب، ومن ثم الطائرات الخاصة اللي تنقبض للفريق يسافر فيهم، والفنادق اللي من مستوى المنتخبات الكبيرة. هذا كامل تعدلوا الاتحادية، وتعدل مولينها تعمل إداريا وتقنيا مع الطاقم لأنه يحضر في أحسن الظروف. على كامل الأسف بدأوا التصفيات، تفاجئنا بأن ما فزنا هون فرضنا على زامبي، اللي بالنسبة لي وبالنسبة للجميع كان منتخب على مستوى على في المتناول، غينيا الاستوائية في المتناول، تونس صحيح أنه فريق كبير وصعيب، ولكن أيضا مباراتنا ضده في تونس كانت مخيبة للأمال، لأن ما أعطينا الوجه اللي أعطينا مثلا في تصفيات كأس العالم الماضية في نفس الملعب. واليوم هذا التعادل اللي عنه ضد منتخب تونس القوي رسميا يعني مرقنا من التصفيات، مرقنا من الحسابات. لذلك الأساس صحيح الاتحادية تراعي ذا اللي تشوف، تعرف ان الجمهور ما هو راضي، ومن حقه، لانه المنتخب ما هو منتخب نحن، ما هو منتخب يانا ولا منتخب الاتحاديه ولا اعضائها ولا الطاقم ولا اللاعبين، منتخب جميع الموريتانيين، ومن حق اي موريتاني بعد انه ينفقع وما يزين عنده ويعطي رايه فيه ويعطي مقترحه فيه الى اخره. وذاك الراي مولي نحن ما من حقنا نتجاهله، معنا يالتنا نعطوه العناية ونعطوه الاحترام، لأنه الفريق كي قلت لكم فريق جميع الموريتانيين. يغارب مولي في نفس الوقت الاتحادية تخرص ذاك اللي فيه المصلحة، ذاك اللي فيه مصلحة الفريق، وتراعي هي في ظروف الفريق داخليا وخارجيا من داخل الفريق إلى آخره، وتخرص مولي ذاك اللي يحانيها من البطولات القادمة إلى آخره. يقير اليوم بالنسبة للمكتب التنفيذي خرص لك الأمور كاملة، خرص ذلي حاننا، خرص لنا مازلنا في شهر نوفمبر مباراتين من تصفيات كأس العالم اللي يعتبروا اليوم مجرد مباريات تحضيرية لكأس إفريقيا ولا كأس العرب، لأنهم ما تلاو حسابيا محسوبين لكأس العالم. خرص لنا خرجنا بهذه الطريقة، لأن في تاريخنا من ساعة بعد نحن توالينا المنتخبات الوطنية ما قط تتالبونا ثلاث هزائم، وخرص ظروف العامة للفريق داخليا من داخل الفريق الخارج للي حانينا إلى آخره. وارتئينا ورأينا على أننا قبضوا قرار، وهو قرار قد يعود لبعض يوافقه والبعض ما يوافقه، يقال هو القرار اللي ظهر لنا انه لازم في الوقت الحالي، واللي بين اللي ما انا شايفين عمل اخر بطريقه اخرى، هو ان نوقفوا العمل مع الطاقم الفني للمنتخب الاول حاليا، ولينا بدؤوا في العمل في اسبوع 10 ايام الى من اجل استجلاب طاقم فني جديد للمنتخب الاول، يعود ذاك الطاقم يحضر الكاس افريقيا وكاس العرب. هون نبقى نضيف روايه على اني لابد بعد هذا القرار اللي يعود بالنسبة لبعض مفاجئ وبالنسبة لآخر ما مفاجئ إلى آخره، عني بعد نقول عن هذا المدرب اللي اسمه كورنتا مارتينز أنه نعتبره شخصيا من أحسن المدربين قد شفت واشتغلت معاه، وأنه اشتغل مع المنتخب في ظروف كانت صعيبة، وأنه كان إنسان رائع عمل في العمل خارج وداخل الميدان. يغير مولي لكل حد النهاية، لكل شيء له عنده نهاية، وقد يعود اليوم ما تلا عنده شيء قبال عطيه للمنتخب، وعادلوا سبع عيمان مع المنتخب، وهي في الحقيقة قد يعود رقم قياسي للمدربين مع المنتخبات، لأنه المنتخبات دائما ما يبطأوا معهم المدربين. والمنتخب الموريتاني كي قلت لكم منتخب الجميع، واليوم يتطلب تغيير، ياك يجي نفس جديد وتجي ديناميكية جديدة هي الراجين. نعرف أنه قرار فيه عنده إيجابياته أكيد، ويمكن أن يعود عنده سلبياته، والله يمكن يعود فم خطر لضيق الوقت. قال ذا كامل
اللي يعرف الجميع ان يالت الجميع يعرف انه وزناه وزناه على المستوى الاتحادي على مستوى المكتب التنفيذي تشاورنا مع السلطات الى اخره وقبضنا القرار بكل ايجابيه وخرصنا لكن اللي ما لكن لابد منه اللي ما عنده لذا اليوم جيت لبرنامجكم ياك نعلنها بس من مكتب تنفيذي للاتحاديه باسم الاتحاديه طبعا بموافقه الوصايه والسلطات العليا لذا هذا هو قرارنا اللي هو توقيف العمل اليوم مع المدرب المركزي والجهاز الفني. إذن